ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن رانيا المؤثره، رانيا وفاه زوجها ربنا يرحمه يا رب ورسالتها ليه. طبعا هي بتحبه جدا وكان في بينهم علاقه حب كبيره جدا، ربنا يصبر قلبها ويصبر اهله. وقالت ان هي ازاي هتعيش في الدنيا دي من بعده، وازاي هتقدر تربي بنته، وان هي حاسه ان هي مش هتقدر تكمل الحياه وان هي هتموت وراه. وكمان نشرت رسائل دلوقتي هي وكانها بتكلمه، والناس خايفه عليها جدا 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 من اللي هي فيه. ربنا يصبرها يا رب. كل اللي تقدروا تعملوه حضراتكم بجد ان انتوا تدعوا لها ان ربنا يصبر قلبها يا رب العالمين. الله عليه افضل الصلاه والسلام قال ان احنا نستعيذ بالله من الموت فجاه. كل نفس ذا حصانك يا دنيا كيفاش يا رب ويصبر قلبها ويصبر اهله يا رب العالمين. واشوف حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.